الإلكترونية لوحدة تنسيق القبول الموحد التي من خلالها يستطيع طلبة الثانوية العامة الناجحون لهذا العام التقدم من خلال هذا الموقع للحصول على مقعد جامعي، حيث يتضمن هذا الموقع الخطوات والإرشادات التي تمكن الطالب من تقديم الطلب بسرية متناهية. كما يتضمن الموقع كذلك أسس القبول في الجامعات الرسمية والأسئلة الأكثر تكرارا ونصائح وإرشادات تمثل خبرة العاملين في عملية القبول الموحد على مدار أكثر من 20 عاما. إطلاق النسخة النهائية من الموقع. إذا بتذكر قبل عدد من الأسابيع كنا أطلقنا نسخة تجريبية ودخلوا الطلبة عليها وجربوها. طلبنا منهم يعلقوا على كيف كانت تجربتهم عند الدخول. استفدنا من كل التغذية الراجعة منهم وطورنا الأمور التي أثرها. اليوم النسخة كاملة تماما للعمل وهي تنتظر فقط إعلان نتائج التوجيهية. أطلقت وزارة المياه والري والوكالة الأمريكية للتنمية